درجة الأمنية تراجعت إلى حد الدرجة الثالثة، ولكن ما زالت الشرطة وكل أجهزة الأمن البلجيكي موجود في الشوارع وفي الأحياء، وتتم المداهمات في معظم ضواحي بروكسل، المداهمات سرية، ويتم اعتقال أشخاص ويتم التحقيق معهم. نحن لا نعرف بطبيعة الحال بكل الملاحقات التي تتم، حيث أن الشرطة تعتمد مبدأ السرية ومبدأ المداهمة في أكثر من ضاحية في نفس الوقت. نعم، نشكرك شكرا جزيلا السيد عصام زعتر المحلل السياسي مباشرة من بروكسل. عززت إيطاليا من إجراءاتها الأمنية في معظم المنشآت الحيوية إثر تفجيرات بروكسل التي خلفت أكثر من 30 قتيلة. وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينسي اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير المطلوبة لحماية البلاد من أي هجمات إرهابية محتملة. كان وزير الداخلية الإيطالي أنجيلينو ألفانو قد أعلن في وقت سابق أن مسؤولي الأمن سوف يوقعون على أوامر ترحيل لعدد من الأجانب الذين أبدوا عدم الالتزام بالقانون الإيطالي. أفادت وسائل إعلام رسمية سورية أن الجيش السوري تقدم ببطء في معركة عنيفة مع مسلحي تنظيم داعش قرب مدينة تدمر التاريخية، في هجوم قد يفتح الطريق أمام القوات الحكومية للوصول إلى مناطق في شرقي سوريا. وسيشكل استعادة تدمر أكبر نصر للرئيس السوري بشار الأسد منذ تدخل روسيا في سبتمبر الماضي، والذي حاول دفة الحرب المستمرة منذ أكثر من 5 سنوات لصالحه. يذكر أن الطائرات الروسية تقدم الدعم للجيش السوري في هجومها على تدمر. أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا أن جولة المفاوضات القادمة سوف تنصب على عملية الانتقال السياسي للسلطة. وأوضح دي مستورا أن جولة المفاوضات المقبلة ستستأنف اعتبارا من 9 من الشهر القادم. دون تقدم ملموس بشأن القضايا الخلافية بين الطرفين وفي مقدمتها مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، انتهت جولة المفاوضات بين ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة في جنيف. وعقب انتهاء تلك الجولة أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا عن جولة مفاوضات مقبلة، قال إنها ستستأنف اعتبارا من 9 من الشهر المقبل. وفي تقييمه للمحادثات غير المباشرة مع الطرفين التي بدأت منتصف الشهر الجاري، قال دي مستورا إن الوفد الحكومي ركز في مباحثاته على المبادئ بشكل مطلق، بينما كان وفد الهيئة العليا للمفاوضات جادا وأكثر عمقا حول الانتقال السياسي. أتوقع وأتمنى، بالطبع أنا لا أملك زمام كل الأمور، ولكن هذا ما أتوقعه، وبالتأكيد سيتم الدفع به في هذا الاتجاه. فما أتوقعه أن تركز الجولة القادمة من المحادثات مرة أخرى على المبادئ الرئيسية، فلدينا العديد من النقاط المشتركة في هذا الصدد، ولكن ما يجب التركيز عليه الآن العملية السياسية. وبالنسبة لنا العملية السياسية وبحسب قرار الأمم المتحدة الذي تبناه الجميع تنصب في الانتقال السياسي للسلطة. دي مستورا أوضح كذلك أن الوفد الحكومي قدم ورقة تحمل عنوان عناصر أساسية للحل السياسي، تتحدث أبرز بنودها عن ضرورة مكافحة الإرهاب وتشكيل حكومة موسعة من دون الحديث عن الانتقال السياسي، في وقت سلمه وفد المعارضة ورقة حول رؤيتها للمرحلة الانتقالية وكيفية تطبيقها. وتزامن اختتام الجولة الراهنة من مفاوضات جنيف مع محادثات أجراها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في موسكو بهدف تقريب مواقف البلدين من تسوية النزاع السوري ومستقبل الأسد، حيث أعلنت الولايات المتحدة وروسيا أنهما اتفقتا على أن تضغطا باتجاه إجراء مفاوضات مباشرة بين نظام الرئيس السوري بشار الأسد والمعارضة وتسريع عملية الانتقال السياسي في سوريا، وهو ما قد ينعكس إيجابا على الجولة المقبلة من المفاوضات. وللمتابعة انضم إلينا عبر الهاتف من دمشق الدكتور جورج جبور المفكر السياسي العربي. دكتور جورج، بالنظر إلى تصريحات دي مستورا بأن جولة المفاوضات القادمة ستركز على عملية الانتقال السياسي، في رأيك هل هناك أرضية لتحقيق ذلك، خصوصا وأن المفاوضات السابقة لم تحقق أي تقدم؟ هناك أرضية لتحقيق تقدم باتجاه
إصلاح الوضع في سوريا باتجاه عودة الأمن والسلم إلى سوريا. هذا الأمر موجود حتما، وبالتأكيد ما جرى في جنيف مؤخرا يدعو إلى التفاؤل، ثم ما جرى في موسكو يدعو إلى مزيد من التفاؤل. من المفترض أن الجولة القادمة سوف تشهد محادثات مباشرة بين الطرفين الحكومي والطرف المعارض. نعم. هذا أمر يسهل كثيرا الوصول إلى اتفاق. ثم إن النقاط الـ12 التي أوردها دينستورة في تقريره نقاط يمكن البناء عليها، وهي تحظى كما أتوقع بدعم الطرفين جميعا، بدعم الطرفين جميعا، رغم أن هناك بعض الملاحظات على بعض الفقرات هنا وهناك. نعم. بكل حال الأجواء العامة أجواء تفاؤل، وأرجو ألا يهدم هذا التفاؤل. ثمة ثابت أساسي في المنطقة، ثمة ثابت أساسي لدى السوريين، وهو أن وقف الاقتتال مفيد ونافع ويحظى بالتأييد. ثمة ثابت آخر هو وحدة الدولة السورية، ينبغي علينا أن نبني على هذين الثابتين، ونستطيع أن نبني عليهما، ولكن علينا أن نبني عليهما بسرعة. نعم. طيب وجهة نظر المعارضة التي لم ترى في مفاوضات جنيف جدوى، وبالتالي لم تكن هناك فرصة سانحة للتفاوض بشكل مباشر مع ممثلي الحكومة، ما الذي يمكن أن يقدم لهم في المفاوضات القادمة كشكل من أشكال الإرضاء حتى يتم التفاوض بشكل مباشر، ومن ثم يكون هناك أمل في إحداث تقدم؟ هناك محادثات بين السوريين، وهناك أيضا محادثات بين القطبين الكبيرين اللذين يدعمان التسوية في سوريا، وهما موسكو وواشنطن. الوزيران لافروف وكيري قالا أن الجولة القادمة سوف تشهد محادثات مباشرة. إذن ليس ثمة حاجة لتقديم إرضاءات لأحد. نحن نعلم حقائق السياسة الدولية. الحقيقة الكبرى هي أن المتعاملين الأولين مع الوضع في سوريا هما روسيا وأمريكا. نعم. أشكرك جزيلا الدكتور جورج جبور المفكر السياسي العربي، كنت معنا من دمشق. وفي نشرتنا أيضا بعض أخبار الاقتصاد، الصدر يمهل العبادي للغد لإعلان حكومة التكنوقراط ويهدد بتصعيد الاحتجاجات. تجمع دول الساحل والصحراء بشرم الشيخ يقر 17 بندا للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب. حملة مداهمات واعتقالات في بروكسل، وكيري يؤكد استعداد واشنطن لدعم بلجيكا لملاحقة منافذي هجمة الثلاثاء. الجيش السوري يتقدم في مدينة تدمر الأثرية ويستعيد السيطرة على قلعتها التاريخية من أيدي داعش. نتحول الآن لمتابعة أخبار الاقتصاد في هذه البانوراما. نتحول إلى محمد سليمان، تفضل محمد. شكرا لك إيمان وأشكرك دينا. مرحبا بكم، وهذه أخبارنا الاقتصادية في بانوراما الرابعة ونتابع فيها. بعد إغلاق شركتي الصرافة، الدولار يتراجع إلى 9.90 جنيه في السوق السوداء. مرحبا بكم مجددا.
تراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بنحو 8 قروش ليسجل نحو 9.90 جنيه للبيع و 9.70 جنيه للشراء في السوق السوداء، مقارنة مع 9.98 جنيه للبيع و 9.87 جنيه للشراء خلال تعاملات أمس الخميس. يأتي تراجع الدولار بعد تكثيف البنك المركزي المصري لحملاته التفتيشية وإغلاقه شركتي صرافة بشكل نهائي لتلاعبهما في أسعار بيع العملة الصعبة ومخالفات أخرى، خاصة بعد القفزة الحادة للدولار في السوق السوداء مؤخرا. قواعد جديدة للعمل داخل البنوك الأجنبية والعامة أصدرها البنك المركزي المصري للقضاء على المضاربات الخاصة بالدولار وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء للدولار والذي تجاوز 9 جنيهات. في ناس كانت بتقول ان هو زاد بقى 10 جنيه وتجاوز ال 10 جنيه، ولكن البنك المركزي لما خفض سعر صرف الجنيه رسميا، اضافه لده كمان عمل الشهادات الدولاريه في الخارج، شهاده بلادي اللي هو تم طرحها بالتعاون مع وزاره التعاون الدولي والهجره، وشهادات دولاريه ايضا طرحتها البنوك المصريه، ده استطاع انه يمتص شويه من الدولار اللي كان بيتم تداوله في السوق السوداء وضغط على السعر في السوق السوداء. ويرى الخبراء أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لن تتمكن وحدها من خفض قيمة الدولار ورفع قيمة الجنيه، فالدور الأكبر يقع على الحكومة المصرية بدعم الصناعة والتصدير والسياحة وتشجيع الاستثمارات. البرلمان الفترة الجاية مفروض يفعل قانون الاستثمار الموحد، خصوصا ان السعودية وقعت اتفاقية ب 30 مليار ريال مع مصر، ده هيؤدي لدخول النقد الاجنبي للبلد وهيؤدي لدخول استثمارات جديدة، بالاضافة الى ان روسيا اعلنت الفترة الاخيرة استئناف رحلاتها لشرم الشيخ، وده هيؤدي الى تنشيط السياحة ودخول عملة صعبة، يمكن بذلك ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار ونقضي على السوق السوداء. في الفترة الأخيرة عمل البنك المركزي على توفير سيولة نقدية من العملة الأجنبية للبنوك لمعالجة وضبط السوق السوداء للعملة. أكد الخبراء على أنه للسيطرة على سعر صرف الدولار في السوق السوداء لابد من إصلاح السياسة النقدية في مصر والتحول لنظام أكثر مرونة في أسعار الصرف وتفعيل أدوات الرقابة على الأسواق المحلية. بسمة الشاعر، النيل. ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي بشكل جمعي، وأظهر التقرير الأسبوعي للسوق أن رأس مال السوق رأس المال السوقي لأسهم الشركات بلغ خلال تعاملات الأسبوع نحو 405.9 مليار جنيه، وارتفعت قيم التداول لتصل إلى 6.6 مليار جنيه. أكد وزير التموين خالد حنفي أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتى الأسبوع الأول من يوليو. يأتي تقييم الوزير عقب شراء 60,000 طن من القمح الفرنسي في مناقصة عامة بسعر 189